باشا يا باشا، انا كنت بكلم حضرتك عشان اقول لك ان الانسه مروه عدت عليه وكان معاها شنط وركبت وراها الموتوسيكل، وانا صورت لحضرتك كل ده وبعته لك وخليت فتحي يمشي وراهم. ها طارق باشا، طارق باشا. خير يا ست هاني؟ مفيش حد هنا. فين الناس اللي هنا؟ مشوا وسابوا المكان النهارده، والانسه مروه سلمت المكان لصاحبه. يا مروه، هي اللي كانت مأجره المكان ده؟ ايوه، هي الاستاذ بدر. في ايه مالك؟ ايه اللي حصل؟ وايه اللوكيشن اللي انت بعتها ده؟ اللي حصل اني طلعت هبله يا مجدي، هبله واتضحك عليا. اهدي اهدي، احنا في الشارع. تعالي